خلينا نكون احنا نتفق احنا الاربعه، وانا متاكده ان مشاهدينا كمان رح يتفقوا معي، انا في اسباب جدا جذريه لانه الست زي ما انت حكيتي تفتدي مالها عشان تاخذ حريتها وتطالب بالخلع. بس في عن جد من اهم واغرب القضايا بمحكمه الاسره كثير صراحه، يعني قولي لي شو رايك فيها جيهان، بحب اسمع كمان انت رايك فيها. يعني مثلا في عنا هون مهتاب، جوزي مش مهتم بضوافري ورفض اعمل الهارجل بضوافرها هي. بضوافرها هي هتخلع، هتخلع زي ما احنا قلنا دلوقتي. يعني هي اختلاف ثقافات. هي من وجهه نظره ان ده هي بالنسبه لثقافتها. لا انا عايز اسال بس مهتاب، معلش مهتاب، لا ثانيه واحده، بتكسر ضوافري بثانيه وانا بجلي مثلا. مهتاب انت عايزه اعمل لك ايه؟ عندك حبيبتي الكوافير، روحي اعملي انت ضوافرك. هو رفض، لا هو رفض انه هي تعمل اظافرها. طب ثانيه، على فكره على فكره على فكره، في رجاله، في رجاله ما بتحبش الحاجات الارتفيشال، يعني حاجات المانيكير اديني قولي عليا. اوكي ايوه، المانيكير جوزي ضربني عشان قلت له عايزه اسافر دهب. طب يعني بص هقول لك حاجه، خلينا نتفق بقى، مش دي الاسباب الحقيقيه. الاسباب الحقيقيه بتبقى ما ينفعش تتقال. طب جيهان انت رايك ايه؟ انت رايك مش مستحيل تكون قالت كده في محكمه الاسره، مستحيل. انا موجوده على صحف رسميه، صحف مش عارفه، انا ما اعتقدش، انا عارفه قضايا الخلع بتبقى ازاي، محدش بيقول هاي مسجلات المحكمه دول موجودين. انا ضد الكلام ده خالص. يعني انت ضد التفاهه دي؟ طبعا. يعني ازاي انا جوزي انا عايزه اروح، انا عايز اسافر دهب وهو يضربني فانا اروح عامله خلع؟ يعني برضو يعني اسباب مش منطقيه. طيب يعني رشا سؤال، يعني مش قادره استوعب. انا دلوقتي رحت للقاضي وقلت له انا لان قولي له دي بقى، قولي له جوزي هي بقى دي المشكله في خيال علمي يا جماعه، في خيال علمي في يا بنتي احنا يعني انا قبل ما اشتغل كنت فاكره ان القاضي ده خيال علمي. طلقتك خلاص. طيب ثانيه، سهل قوي بالنسبه لها، يعني بقى سهل بالنسبه للستات، يعني مش 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 كل القضايا بتبقى محتاجه خلع. يعني انا بتهيالي لو والله العظيم يا جماعه اللي حكيت لكم اياه عبيطه بالنسبه لي. بس انا جوزها بالمنظر ده، ايه يا بنتي ده اللي انت ما هو ده اللي انا بقى بسال رشا عليه. رشا ممكن يعني القاضي يرفض خلع بسبب ان هو شايف ان حاجه تافهه ولا لا؟ ان الخلع عمره ما بيترفض خالص. لا الخلع مش بيترفض، ما بيترفضش الا الاسباب مثلا ان هو ما تمش اعلان الزوج. ما هو ده اللي انا اقصده بقى. ممكن نتكلم بشكل قانوني بس في الموضوع وتكلموا فيه بشكل اجتماعي براحتكم. ايه الاسباب رفض الخلع؟ ان انت ما اعلنتيش الزوج، ما تمش اعلان الزوج، طبعا ده باطل تماما. وانه والحاجه الثانيه ما ردتش المهر. ولو الزوج اثبت ده بقى تبقى قصه كبيره. لو الزوج قال انها خدت مهر وجاب شهود واتقلبت بقى لدعوه مدنيه بيبقى حوار كبير. لكن احنا طالما احنا قدمت دعوه الخلع بتفضل ماشيه بتاخد خطواتها دي بغض النظر عن السبب. بغض النظر عن السبب يعني عن جد طبعا. في مثلا هنا جنى استحاله، بيتقال اللي بيتكتب من المحامي انه استحاله العشره واستحاله التفاهم. الاسباب اللي بتتقال دي صدقيني انا بالنسبه لي ما اعتقدش، ما فيش القاضي ما بيقفش. ايوه يعني احنا انت بتتكلمي على الجوانب القانوني، احنا بقى بنتكلم على انا دلوقتي دخلت اللي بسمعه من المستشار وقلت له يا فندم انا في كذا 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 اللي بسمعه من الستات. اغلب اسباب الخلع اللي انا شفتها ايه بقى؟ تدخل العيله، اهله، تدخل الاهل. هي اغرب؟ لا اهله بيتدخلوا في العلاقه بينهم. في اغرب من هيك بكثير؟ بيت العيله، بيت العيله، ساكن في بيت العيله. اوكي، في اغرب بكثير، هي رفعت خلع على زوجها لانه اكلها جبنه في شهر العسل او يوم الجواز. ما هو ده بخيل برضه. ما هو ده بخيل هلا بغض النظر. هقول لك على حاجه، البنات بقت بتسال بقى تقول لك ايه؟ انا خرجت معاه فهو عمل كذا، هل ده معناه انه بخيل؟ بقت النصايح كمان الفكره الأسوأ. استاذ جيهان مصدومه من الكلام، مصدومه بجد مش منطق. الستات بتدي، انا مش حكايه مصدومه، الستات بتدي نصايح لبعض بكده. انا مع ان اولا البنت المفروض قبل ما بتتجوز المفروض الاسره عليها عامل اساسي. صح، المفروض. والاثنين على فكره، الطرفين، الراجل والست. انا بيتي بيطلعني لازم ابقى عارفه يعني ايه حياه زوجيه، يعني ايه انا ابقى مسؤوله سند لجوزي في ظهره في الحلوه والمره. صح. مش في حالات كتير جدا حصلت قدامي بيبقى الراجل ما شاء الله عليه حياته جميلة جدا 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 ودخله كويس جدا جدا، ممكن ظروف تخليه يقع. ففي الوقت ده بتبان بقى الأصل عندي دلوقتي.